السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك وفي عمرك يا شيخنا. وفيك يا رب. سمعت يا شيخنا في شركة هنا في مصر لها فروع كتيرة في الجمهورية، يعني بتبيع التقسيط. اسمها ايه؟ الشركة ديت ينفع عشان تكرر التقسيط. اسمها ايه؟ بيطلبوا ضمانات الأول، وبعد كده بيطلبوا 150 جنيه كفتح حساب يعني لأول مرة خارج موضوع بيع التقسيط. يعني أنا مش عارف مستشفى إدارية أو ما شابه يعني. 150 جنيه فايدتهم ايه؟ بيطلبوا منك مع الورق المطلوب منك مع باقي الإجراءات يعني. والله لا مرة أعرف، واحدة في العمر، بعد كده لما تحب تشتري جهاز خلاص يعني تيجي لابد أن بعيد أعرف، على الآخر. لابد أن أعرف توصيف 150 جنيه، على أي أساس يأخذوها منك؟ مصاريف إدارية بعيد عن البيع. بعيد عن البيع يا مولانا. بعيد عن البيع. يعني لو حبيت بعد كده اشتري منهم جهاز مثلا السنه القادمه اشتري خلاص من غير دفع 150، هم خدوها اول مره بس. طيب ما الفائدة، فائدة الشراء منهم؟ الله اعلم يا والله يا مولانا، انا هذا ما وصلنا عنهم يعني، بس انا حبيت اتعمل، بس حبيت اسال الاول. اسمها شركه بيتك هي يا مولانا. والله يا أخي أنا في ريب من هذه 150 جنيه، أنا مش عارف، لا توصيف على أي أساس يأخذونها. بس يعني زي رسوم إدارية الأول يعني. إذا كانت رسوم إدارية لا بأس، إذا سموها كده. أنا خايف أجزم بذلك برضه للأمانة، أنا خايف أجزم أنا بذلك يعني. وأنا لا أستطيع أن أتكلم. السلام عليكم.